أشار التقرير الاقتصادي الدوري لشهر نوفمبر المنصرم، والذي يصدره مركز دراسات والإعلام الاقتصادي، إلى موجة جديدة في ارتفاع أسعار المواد الأساسية في كل من صنعاء وعدن وتعز ومأرب. ورصد التقرير أن محافظة عدن الأكثر ارتفاعا، بلغت 9% تلتها تعز ثم مأرب، وشهدت محافظة الحديدة تحسنا في الأسعار بلغ 2.6%. كما عز التقرير أسباب الارتفاع في الأسعار إلى ضعف الإنتاج وفرض إتاوات غير قانونية وبسبب عدم استقرار أسعار المشتقات. كما أشار التقرير إلى استمرار معاناة محافظة تعز من انعدام وارتفاع أسعار المواد الأساسية جراء اشتداد الحصار المفروض على المدينة من قبل الحوثيين. بالنسبة للغاز والمشتقات النفطية، فأظهر التقرير أن محافظة تعز كانت الأكثر معاناة من انعدام الوقود. كما أشار التقرير أن محافظة مأرب لا زالت في صدارة المحافظات التي شهدت تحسن في توفر الوقود بارتفاع بسيط لا يتجاوز 30%، ثلثها عدن. وبالنسبة للعملة، فتستمر البنوك المحلية في الامتناع عن تزويد السوق بالعملة الصعبة الدولار واليورو في ظل استمرار انتعاش السوق السوداء، حيث بلغ متوسط سعر الدولار خلال نوفمبر الماضي 245 بارتفاع 14% مقارنة بالسعر المعتمد.